اتعلمت انا افتح بابي لكل اهلي وكل احبابي، زي ما ماما وبابا قالولي ابقى كريم، كرم مش عادي، الكريم الكل يحبه، يسعد بيه يرضى عليه ربه، بس كرمنا لازم دايما يبقى لوجه الله يا صحابي. اتعلمت اصالح دايما اللي يزعل مني الاول، وفي حسناتي اقابل ربي محبوب دايما وسط عباده. اتعلمت اصوم واصلي واتصدق على الفقراء تملي، دي الحسنه ب10 وعد ربي، والجنه مكان اللي يوفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعيني الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي اماني، المعلومه والفكره والغنوه والضيف الجميل. عنوان حلقتي النهارده علمني بصوره. وقبل ما اتكلم في موضوع حلقتي، عايزه حضراتكم ترحبوا معايا بضيفتي الجميله استاذه رشا محمود، مديره حضانه الطفل العبقري بالدراكسه. اهلا بحضرتك، نورتيني. والنهارده حلقه مميزه لكل اطفالنا اللي بيتفرجوا علينا النهارده. معانا مواهب جميله جدا، حابين ان احنا نتعرف على مواهبهم معاكي النهارده. وبدايه عايزه اسال حضرتك يا استاذه رشا، عايزه مفهوم الحضانه اصلا بالنسبه لك ايه؟ مفهوم الحضانه بالنسبه ليا ان انا بعتبر ان الحضانه البيت الثاني بالنسبه للطفل، او بمعنى اصح هي بديل عن الاسره. اللي الاسره مش هتقدر توفره للطفل في البيت، انا بقدر اوفره له في الحضانه عندي. جميل. من جميع الجوانب، سواء بقى الجانب التعليمي او الترفيهي او الثقافي او الديني او السلوكي، المفاهيم دي كلها بقدر اقدمها للطفل بطريقه سهله وممتعه، بتدخل للطفل وبتاثر فيه اكتر من البيت. يعني انت حاسه ان انت بالنسبه للاطفال ام بديله؟ طبعا بتقدمي أكيد. اللي الام بتقدمه في البيت طبيعي واكتر كمان. وبيبقى التاثير اكتر عشان لان دايما استجابه الطفل للغير بتبقى اسرع شويه من الام. جميل. كذلك ان انت بتحاولي ان انت تخلي الشخصيه اللي قدامك دي شخصيه متكامله، ما تتدخلش فيها العاطفه الزياده او الحنيه او الدلع الزياده او لا، بتقومي سلوك. لا، سلوك لازم يبقى منضبط، ناحيه دينيه، ناحيه ثقافيه، ناحيه تعليميه، كل الامور دي انا بقدر اوفرها للطفل في الحضانه. يعني انت حاسه ان انت بتقدري تاثري في شخصيه اطفالك؟ طبيعي، لازم لازم. الكلمه المشهوره اللي بتتقال لنا دايما وجهيها حضرتك يا مس اماني، لان هو دايما يقول لي المس قالت. صح، يعني انت بالنسبه له المس بتاثر في الطفل اكتر من الام. حقيقي. طب عايزه اعرف ليه سميتي حضانتك الطفل الموهوب؟ لان انا بعتبر ان الطفل الموهوب ده هدف، اللي هو انا بحاول اكتشف في الطفل اللي الام ما قدرتش تكتشفه في طفلها. جميل. يعني في مواهب بتبقى في الاطفال، وانا مؤمنه بالناحيه دي ان الاطفال عندهم مواهب بس محتاجين اللي يكتشفهم. يعني انت كان هدفك من البدايه ان انت مش تعلمي زي ما دايما بنادي، بس مش كل حاجه كتابه وقلم وكراسه، مش ناحيه اكاديميه فقط. جميل. وقدرتي تكتشفي مواهب فعلا؟ فعلا موجود معانا فعلا النهارده مواهب؟ موجودين. اه طيب موجودين. ممكن نتعرف على اول موهب، اول فقره من الفقرات مع الاطفال اللي يقدموا لنا ايه؟ الفقرات الاولى، الفقره الاولى بس استني هستاذنك يا مستر رشا. تمام. ممكن اتعرف بسرعه على اسماء اصحابي؟ الطفل الموهوب اسمك يلا. ها؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ياسين. اسمك؟ ياسين. اسمك؟ محمد. اسمك؟ ايتن. بعدك؟ اسيل. ندى. شطار. الله ما شاء الله. شطار. مجهزين اول حاجه معانا ايه؟ الفقره مجهزين. اللي مقدمينها اللي هي اول فقره دي هتبقى عباره عن فقره اسماء الاشاره. الله. هيقدموها بصوره اغنيه. بصوره اغنيه. بصوره اغنيه. طيب. نسمع. نسمع يلا. واحد اتنين تلاتة. احنا اسماء الاشاره هتشوفونا عالشطاره، احنا اسماء الاشاره هتشوفونا عالشطارة. وانا انا انا وانا اسمي اشارة. وانا انا انا وانا اسمي اشارة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي هذا. هي هي هي. اسمي هذا. هي هي هي. للمفرد المذكر. هي. للمفرد المذكر. هي. وانا اسمي اشارة. وانا اسمي سارة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي هذه. هي هي هي. اسمي هذه. هي هي هي. للمفرد المؤنث. هي. للمفرد المؤنث. هي.
ياسين حبوشة. واحنا كمان انتم مين؟ انتم مين؟ احنا هزال. احنا هزال. للمثنى المذكر. للمثنى المذكر. يلا ايتن. واحنا كمان انتم مين؟ انتم مين؟ احنا هتال. احنا هتال. للمثنى المؤنث. للمثنى المؤنث. نقلب يلا. انا. واحنا كمان عارفين مين؟ عارفين مين؟ احنا هؤلاء. احنا هؤلاء. للجمع المذكر. هي. للجمع المؤنث. هي. للجمع المذكر. هي. للجمع المؤنث. هي. ما شاء الله شطار. اللهم بارك. جمال جدا. انا بحييكي رغم صغر سنهم لانهم ما شاء الله بيتكلموا بطلاقه وممتازين جدا. طيب عايزه اعرف يا تلمين اكتر عن سر نجاحك. نحط المايك. تحط المايك. والله انا بعتبر ان سر النجاح يكمن في ان انا ما بهتمش فقط بالجانب الاكاديمي. جميل. تمام. ان انا بضيف له امور تانية. بضيف له امور زي ما قلت لحضرتك قبل كده سلوكيه، وده باكد عليها جدا. سلوكيات جدا. جميل. وحتى انا اخترت معانا النهارده فقره سلوكيه. تمام. باكد على الجانب الديني، باكد على الجانب التربوي، الثقافي، الاجتماعي، كل الحاجات دي اعتقد ان هي جديده. بتهتمي كمان مثلا بالجانب الرياضي؟ جميل جدا. بالجانب الرياضي، لان انا كنت شايفه في الفتره اللي انا بدات افتح فيها الحضانه اللي كان الاهتمام كله من ولي الامر على الجانب الاكاديمي فقط، اللي هو كتابه وقراءه، كتابه وقراءه. معظم اولياء الامور الحقيقه بيفكروا بالطريقه دي. ودي بتكون من اكبر التحديات والصعوبات فعلا اللي بتقابلنا. ان كل وليه امر بتجيلنا هي بتدور في المقام الاول يقرا ويكتب. هيقرا ويكتب. وزي ما قلنا قبل كده ابن عمه احسن منه. واتكلمنا في النقطه دي. ومعانا النهارده ما شاء الله مواهب بتقول احنا موجودين. مش كل حاجه قرايه وكتابه. انا ممكن اوصل المعلومه بطريقه بسيطه. صح. وسهله جدا. طيب معانا ايه تاني من الفقرات؟ معانا الوقت فقره سلوكيه دينيه. تمام. تحت شعار لا للنميمة. لا للنميمة. هتقدمها ندى. يلا يا ندى. واحنا قاعدين. ايتن يلا ابدأي. يلا يا ندى قومي يا اصحابي. يلا يا ايتن. وانت قاعدة. لا بصي للكاميرا وقولي. يا اصحابي. ادوها المايك. ممكن تديها المايك. اديها المايك يا محمد. اديها المايك. شاطر. برافو عليك. يلا يا ندى قولي. يلا. يا اصحابي عاوز احكي لكم حكايه جميله. حكايه ايه عن صاحبتنا واصحابها. عملوا ايه كل شويه صاحبتنا تيجي وتحكي لاصحابها على اسرار بابا وماما. ده ينفع؟ لا لا لا. ده ينفع؟ لا لا لا. ده سلوك مقبول؟ لا لا لا. ده سلوك مقبول؟ لا لا لا. مين وصانا كده يا حبايب؟ وصانا رسولنا الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكاميرا يا ايتن. اسفه جدا مش هعملها تاني. واحنا قاعدين. سلوكيات هي عنواني نتعلمها. صوت اعلى. عارف ان هي اسمها ايه؟ الطفل الموهوب في حضانه. الطفل الموهوب في عيلته. هنكبر فيها ونتعلم ومستوانا هيتقدم. بتعلمنا كبار وصغار. برافو ما شاء الله عليك. اللهم بارك. انا بحييكي. ايه الجمال ده؟ اغنيه سلوكيه.
وفي نفس الوقت بعيدة عن التلقين وبعيدة عن الحفظ. جميل. أنا فهمتهم إن السلوك ده ما ينفعش إن إحنا نقوله، وفي نفس الوقت نقعد أصحابي الحلوين نقعد يا ياسين، ممكن نقعد مكاننا، نقعد يا محمد. أيوة شطار شطار، اتفضل. وفي نفس الوقت حببتهم في الموضوع وفهموا الموضوع من غير ما أنا أوجه توجيه مباشر. أنا شدني الأمر جدا، لأن أنا شخصيا عاملة سلسلة في كتابي الخاص أغاني أماني، سلسلة مسميها سلوكياتي. صح. دي عنواني، بتناقش فيها عن كل السلوكيات اللي ممكن أنا كأم تضايقني لما اشوف ابني بيعملها. اتكلمنا مثلا عن سلوك النميم. حلوين محمد، اصحابي الحلوين، ممكن ناخد المايك؟ ماشي. ادي المايك لياسين. محمد ادي المايك لياسين. يلا شاطر، برافو عليك شاطر. يلا بس خلاص اقعد بقى، اقعد يا ندى. يلا نقعد، اقعد يا ندى، نقعد مكاننا. يلا يا شطار. اتكلمنا عن سلوكيات كتير قابلتنا مع الاطفال، بس الجمال في ان انت بتوظفيه بشكل غير مباشر. صح. يعني الاسكتش الجميل اللي انت عملته دلوقتي شيء رائع، وانا واثقه ان الاطفال فاهمه كويس جدا يعني ايه فعلا نميمه. عشان توصلي بالاطفال للمستوى الجميل ده وتطلعي المواهب دي، اكيد في صعوبات قابلتك كتير جدا. الصعوبات اصلا اللي قابلتني في بدايه المكان فكرة توجيه ولي الأمر. جميل. إن الحضانة مش هي بس فقط اللي بتقدم المعلومة للطفل، لا، في أماكن تانية يقدر الطفل إنه يروحها مع ولي أمره ويكتسب منها المعلومة. وأنا فعلا قمت بكده، زي مثلا المكتبات، أقرب مكتبة ليكي روحي الأم. يعني أنت كنت بتوجهي الأم نفسها إن هي تروح كده المكتبة؟ أنا بشجع الطفل ان هو يجبر مامته ان هو لا، خديني وديني للاماكن دي. تمام. لان انا هستفيد من الاماكن دي. حلو. فرحت جدا بالفعل المكتبات. يعني انت كنت بتشجعي الام والطفل كمان انه يفهم يعني ايه قراءه اصلا. بالزبط. ثقافه القراءه اللي ما عادتش موجوده دلوقتي. تمام كده. وكمان ان هو في اماكن معينه زي مثلا قصر الثقافه، الاماكن التربويه دي كلها اللي الطفل ما تعودش ان هو يروحها، ولا ولي الامر اتعود ان هو ياخد طفله ويروحها. فليه لا، ليه لا ان احنا ناخد الطفل ونروح للاماكن دي. يعني انت بنفسك جربت ان انت تاخدي اطفال الروضة عندك وتخرجوا بره في اماكن بره دائرة الحضانة اصلا؟ بالظبط كده، وكانت ممتعة جدا لان الطفل ما كانش فيه ملل، كان حاسس ان هو بيتعلم بس بطريقة مختلفة. ورد الفعل على الامهات كان ايه؟ والله هو في تقبل الوضع، وكان حابب الفكرة، وفي حابب الفكرة اصلا بس مش قادر لظروف معينة ان هو ينفذها. ممكن مثلا من باب الخوف؟ لا، ممكن من باب الخوف. اصحاب الحلوين الشطار الجمال الرائعين. مس رشا مش عارفه تتكلم، ممكن مش عارفه اتكلم، ممكن نقعد كتير علشان نسمع المس بتاعتنا. كلنا بنحب مس رشا، صح؟ طب ممكن من باب السلوكيات، مش احنا بنقول سلوكياتي دي عنواني؟ لما يكون الكبير بيتكلم، ها، يبقى الصغير ايه؟ ساكت، يقعد ساكت عشان يسمع، صح؟ برافو عليكم، هنقعد ساكتين. شطار، انا بحييكم، برافو عليكم. حضانه الطفل الايه؟ الموهوب. الطفل الموهوب، برافو عليك، اتفضلي كملي. النقطه الثانيه برضو اللي انا بشجع فيها ولي الامر ان هو يروح ينطلق مع طفله ويروح. جميل. الطفل عنده موهبه لازم حد يكتشفها. جميل. ومن باب الاولى ان الام تكتشف الموهبه دي. طيب عندنا فقرات ثانيه تحبي حضرتك توريها لنا؟ اللي بعد كده الفقره اللي مع ياسين. ام ياسين. ياسين 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 هياخد المايك. هو لابس بالفعل المايك. اوكي. يلا تمام. اصحابي الحلوين الشطار، هنقعد نسمع مين؟ صديقنا ياسين. جاهز يا ياسين؟ after 1 2 3. I love my family. There are some people in my family. Grandfather, grandmother, father, mother. I have one brother and one sister. My father and my mother make rules in my family. I want to be a doctor like my father when I grow up. الله، ان شاء الله تبقى احسن دكتور. برافو عليك، انا بحييك، وكمان بحيي مس رشا جدا. برافو عليك وان انتوا بتشجعوه. انت خليتيه يعمل جمله، يعني يقول جمله، وده شيء يعني عبقري جدا. يعني مش مجرد ان هو حفظ كلمه، لا، ده هو يقدر ان هو يعبر عن العيله بتاعته عن طريق الصوره. هو ياسين عنده كام سنه؟ ياسين 5 سنين. يعني 5 سنين، اللهم بارك. اللوحة أصحاب الحلوين، أصحاب محمد الحلوين. أصحاب محمد الحلوين. محمد اتفقنا على إيه؟ اقعد لو سمحت. يلا نقعد حلوين شطار. يلا الطفل الجميل اللي عنده 5 سنين بس قدر إن يمسك لوحة يطلع منها جمل وكلمات. أنا بحييكي. هو اتكلم عن عيلته وقال مصطلحات بالإنجليش كتير جدا. اتكلم
قال التصنيفات بتاعه العيله اللي موجوده معانا في اللوحه وعمل جمل وبيقول كمان ان هو عايز يبقى ايه لما يكبر دكتور زي بابا. بس هو بابا دكتور؟ بابا دكتور؟ طب انت نفسك لما تكبر تبقى دكتور؟ هتبقى دكتور شاطر يعني؟ طب عايز اسالك بقى، انت بتسمع كلام المس بتاعتك ولا مش بتسمع الكلام؟ بتسمع؟ وبتسمع كلام ماما وبابا في البيت ولا مش بتسمع الكلام؟ بس. واصحاب الحلوين اطفال حضانه الطفل الموهوب بنسمع كلام مس رشا؟ اه. وماما وبابا كمان؟ اه. انت شطار جدا جدا جدا. طيب عايزه اعرف، هل حضرتك في الفتره الجايه بتخططي لاي حاجه جديده؟ اه بالفعل انا بخطط ان انا افتح مكان تاني. جميل. تمام، نظر للاقبال على المكان وعلى سمعه المكان، فان شاء الله باذن الله يعني قريب. طيب هل هو هيبقى فيه اي حاجه جديده او اضافات جديده تكوني انت ممكن ما عملتهاش لسه؟ مش موضوع اضافات جديده، هو هيبقى بتركيز اعلى. جميل. بتركيز اعلى، بدل ما انا بدي المعلومه مصغره لا هديها على اوسع. طيب السؤال اللي بحب اساله لكل معلمه رياض اطفال او مديره حضانه بشكل عام، مين اللي شجعك ان انت توصلي انك تحققي هدفك؟ الاسره طبعا ليها دور، ليها دور يعني، هي تعتبر الدور الاساسي. جميل. الدور الاساسي اكيد الاسره كلها يعني ولا لا؟ يعني كلها. طيب في اشخاص معانا النهارده تحب ان انت توجهي لهم الشكر؟ انا بوجه الشكر لفريق العمل اللي موجود معايا، مس نورهان ومس الاء. واضح انهم عاملين مجهود معاكي. لا عاملين مجهود وعاملين شغل كويس جدا. ومس اسراء. تمام، مش عايزه انسى حد بصراحه يعني، بس كل فريق العمل بوجه ليه الشكر بصراحه، هم عاملين معايا مجهود كويس جدا، واللي بيميزهم عن اي اماكن ثانيه الضمير. طيب احنا معانا اصحاب الحلوين، احنا معانا فقره اخيره صح؟ اه معانا فقره اخيره. اه دي يا محمد. طيب مس رشا مين؟ مس رشا اللي هتقولي. ياسين. مين اللي هيقدم اخر فقره معانا؟ ياسين لطفي. اه دي يا محمد لو سمحت. يلا. ياسين هيقدم فقره اللي هو هيعرفنا بنفسه عن طريق الوسائل اللي اصحابه ماسكينها. ياسين انت هتعرفنا بنفسك؟ كده. جاهز يعني؟ بص للكاميرا. هتعرف تعرفنا كويس؟ جاهز؟ يلا. ها محمد. اصحابي الحلوين يلا. 1 2 3 My name is Yasin. I am in KG2. بص لزمايلك بقى. I am 5 years old. تمام. I am a boy. I am a boy. شاور شاور. بالراحة. شاطر. تعالي مسلم. اي ام ايجيبشن. برضو نفس فكرة اللوحة، خليت الطفل يتكلم عن نفسه بوسيلة. من خلال الوسيلة او بصورة. جميل جدا. احنا عنوان حلقتنا علمني. علمني بصورة. واحنا قلنا شعارنا هو لا للتلقين. للتلقين. وان احنا المفروض نتعامل مع الاطفال في التأسيس يا جماعة بمتعة. يعني ايه بمتعة؟ يعني اطفالنا حقيقي كرهت فكرة انزل بالكلمه عمود. المشاكل دي بتقابلني انا شخصيا مع اولادي في البيت، مع الاولاد اللي بتجي لنا في المدرسه في الاستراحات. هدخل يا ميس اماني بدل ما هو جاي في الاستضافه عايز يرتاح او عايز ياكل لقمه او عايز يتوضى ويصلي، بيقول لي انا عايز اقعد اعمل الواجب علشان لو ما عملتوش المس هتزعق لي. واكتشف ان الواجب كميه كلمات ما انزل الله بها من سلطان هينزل بها عمود لحد ما عضلات ايده تشتكي وتعيط بدون فهم. يا معلمات يا فضليات يا امهات يا جميلات، عايزه اقول لك كلمه حطيها حلقه في ودنك وحسيها لما اقولها لك. خلي بالك عضلات الطفل بتكون ضعيفه ودقيقه جدا، والالام اللي بيحس بيها الطفل وقت الكتابه، اسمعي دي كويس، بتعادل الام مخيض المراه الحامل عند الولاده. مره كمان، الالام التي يشعر بها الطفل عند الكتابة لما تضغطي عليه انه يكتب كتير بتعادل الام مخيض المرأة الحامل عند الولادة. اكيد الكلمة دي وجعتك لما ابنك تبقى ايده بتوجعه، هو مش بيضحك عليكي، هو مش بيتهرب من عمل الواجب، ولكن حضرتك هي بتبقى عضلات ايده فعلا وجعته. فارحموا الاطفال وارحموا البراءة. بعمل مع اولادي في الحضانة لعبة هقولك اعمليها مع ابنك، اسمها ايه بقى؟ فروج. يعني دول الصبعين اللي الطفل بيعتمد عليهم في الكتابة. احنا بنقول له احنا هنلعب لعبة الضفدعة النهاردة، ونفضل نقول له ايه بقى؟ يلا فروج. دي ايه يا اصحابي؟ الضفدعة. لو حضرتك جربتي دلوقتي تعملي الحركة دي معايا 3 4 او 5 مرات هتحسي وتحدي ان ايدك بتوجعك. طب ما بالك الطفل، اكيد ايده بتوجعك.
بتوجعوا جدا، فأرجوكم ارحموهم. الحضانة فيها لعب وفيها تعليم وفيها جري وفيها رياضة وفيها سلوكيات وفيها اكتشاف للمواهب. مستحيل تكوني انت عارفة ان ابنك عنده الموهبة دي. فأنا أرجوكم كل المعلمات اللي بتتفرج علينا، كل الأمهات، هفضل هقولها في كل مرة، قلتها في الحلقة اللي فاتت، ما تضغطيش عليا يا ماما، وفي الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، والنهاردة هقولها تاني، ما تضغطيش عليا يا ماما. كفاية على أولادنا المدرسة يا جماعة، واللي بتعمله المدرسة والضغوط اللي عندهم في المدرسة. فخلي مرحلة الحضانة بالنسبة لك مرحلة ممتعة، مرحلة مبهجة، ابني يجري فيها ويتنفس. الأطفال بتتنفس من القدمين، احنا بنتنفس من المناخير، من الأنف، من الأنف، من خياشيمنا، لكن الطفل بيتنفس من رجليه. فأنت كمعلمة لما تلاقي ابنك جوه الكلاس عمال يجري ويقوم، بلاش كل شوية تقولي له اقعد، اعمل، سوي. انت عارفة لما بتقولي له كل شوية اقعد وترغميه على انه يقعد على الكرسي، بيبقى كأنك بالظبط كتمتي عليه نفسه. فهو لما يقوم هو قايم ياخد شوية نفس ورجع لك تاني. وطرق السيطرة على الأطفال داخل الحصة بتاعتك كتير جدا، التحفيز أشكاله كتيرة جدا، ده أنا بكلمة شاطر أو كلمة أنت أمور أو كلمة أنت بتسمع الكلام هقدر أسيطر عليه. أنت معايا في الكلام ده؟ طبعا. يعني ممكن أسألك لو عندك أدوات معينة من أدوات التحفيز تعمليها مع الأطفال جوه الكلاس، لأن كلنا عارفين زي ما أنت شايفة كده الأطفال، إذا ممكن بلعبة معينة أن أنا أحفز بيها الطفل أنه يقعد مكانه. جميل. إن طب تعالوا نشتغل في اللعبة دي، طب تعالوا مش عارفه ايه، او بوسيله خالص ان انا حاسه انهم عندهم طاقه، طب تعالوا نعمل اي تمارين رياضيه داخل الكلاس. انا كنت بشكرك تمام. ان انت كنتي معايا النهارده، وعايزه اقول زي ما قالها عم فؤاد زمان في كلمتين وبس، هتقولها ماما اماني في كلمه واحده ونص. التعليم ابعد عن التلقين، في التعليم ابعد عن التلقين، فهمني وشاركني او قول لي فزوره، بسط لي معلومه، غني لي وقولها بوسيله. وفي اخر كلامنا راح ننهي كلامنا ونودع حبايب طيور احلى جنه. اشوفكم بخير في الحلقه الجايه. السلام عليكم.